نشوف بعض الرسائل اللي وصلت لينا على رقم الواتساب وعليها بعض الأسئلة. أنا عمري 27 سنة، أصبت بمية زرقاء من فترة وكنت أعاني من ضعف النظر وأريد أن أعمل عملية الليزك، فهل هناك مشكلة؟ هلا عملية الليزك بوجود مياه زرقاء ما بتأثر إذا ما كان في أي أعراض إصابة على العصب البصري، وإذا كان ضغط العين منتظم مع القطرة. وأنا بهيك حالات بفضل بي آر كي عن الليزك. الليزك في جهاز بنحطه نحن عشان يعمل سكشن للعين، لا بيرفع بيخرج العين، ايوه لا عشان يمسك العين، مش بيخرج، كان بيمسكها عشان ناخذ طبقة الفلاب. لو كان هذا بيرفع ضغط العين لل 30، هو لما نمسك العين بنطلع على 30 لل 40. صعبة قوي الجهاز لو ده. كان هي عندها مي ازرق وكانت هذا ممكن هي ترفع معنا ضغط العين، فبالتالي البي ار كي هي بدون جهاز هيك ما في سكشن، ما في شيء بيرفع ضغط العين، ممكن تكون اسلم لحالتها. طبعا كثير رح ننتبه لموضوع انه يكون العصب البصري مش متاثر والرؤيه جيده، ممكن نعمل هي عمليه تصحيح النظر. طب ايه اللي بيختلف في البي ار كي عن الليزك؟ يعني الاثنين بيصححوا النظر الاثنين ولكن بيصححوا، لكن البي ار كي ما فيش جهاز بيمسك العين، بنفتح طبقه سطحيه وبنضرب الليزر بشكل مباشر وبنحط عدسه لاصقه ونترك العين تسكر لحالها بدون اي سكشن وبدون اي فلاب، بدون اي صنع للفلاب. وبالتالي هنا انت خلصنا المريض من هي. طبعا اذا كانت حالتها مناسبه للبي ار كي، يعني كل حاله لها خصوصيه معينه، لكن ما في ضرر ان شاء الله.